احنا بقالنا في موال الوباء العالمي او الكورونا بقالنا 4 شهور. في ال4 شهور دول اغلقت مطارات واغلقت دول واغلقت شركات وانهار اقتصاد دول ودول وقعت ودول كذا وكذا. وانا الاوان ان نعود. ان نعود طبعا احنا بنعود بقرارات سيادية، بقرارات رئاسية. في دول اتخذت قرارات، يعني سويسرا مثلا ما اعتقدش انها اتخذت قرارات بحظر اصلا. دول تانية قالت انها هنعقم بس، زي اندونيسيا مثلا ما منعتش الصلاة، انما خلت الناس اللي رايحين المساجد يتعقموا قبل ما يدخلوا. احنا نقدر نعمل عود حميد بالتدريج. يعني ايه؟ يعني نرفع ساعات الحظر بالتدريج. احنا مثلا الحظر لغاية الساعة 7، ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى الحظر من الساعة 10 بالليل، وبعد اسبوع او اتنين خلاص يعني دخل رمضان، ما ينفعش نعمل حظر في رمضان. لو انت عملت حظر تجاهل في رمضان انت لغيت رمضان. طبعا هتقولي الناس بتموت وناس كورونا، الناس لا بتموت ولا ناس كورونا ولا حاجه، واحنا مش دوله وباء. دوله الوباء اللي نسبه الموتى فيها بتزيد عن 10% من السكان. احنا ما عندناش 10% من السكان وميتوا ولا حاجه. كل اللي مات في دوله زي مصر كلهم كام حاله؟ ما كملناش 100 حاله، واللي اصيبوا كلهم 1000. 1000 من مليون، يعني من 100 مليون، يعني المساله مش نسبه خالص يعني، اللي بيموتوا في حوادث طرق. فاحنا مش دولة وباء ولا مات مننا 10% ولا حاجة. واحنا لما نقيس هذا الوباء بالوباء بتاع الانفلونزا الاسبانية مثلا اللي هي كانت سنة 1920، ده مات فيهم كام؟ 75 مليون. فاحنا ما ماتش مننا ولا مليون ولا 2 مليون، وكل اللي ماتوا في العالم كله ما يكملوش 50 ألف. فدول كلهم ما يسووش حوادث طرق. على الاقل على 65 ألف، على الاقل حتى هذه اللحظة ممكن او الدول اللي فيها وباء نعمل عليها حجر، القرى اللي فيها وباء نعمل عليها حجر، المدرسه اللي فيها وباء نعمل عليها حجر، الدوله اللي فيها وباء المطارات اللي طايره ليها واللي راجعه لها عليها حجر وهكذا. لكن لا يمكن يكون الحجر على الدنيا كلها. وطبعا المسلمين الغيورين على دينهم حاسين بان ربنا غضبان عليهم، ربنا زعلان مننا. طب مش دي قرارات المسؤولين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لو احنا بنعز عليه، لو احنا لنا عنده كرامه ما كانش منعنا بيته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع، رجال مش رجال معاشات، لا تلهم تجارة ولا بيع، لسه ناس مسؤولة، الساعة بتاعتها بألف جنيه وألفين جنيه، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني في رجال اللي عمار المساجد، إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. مش انا رايح لاقي كرسي وتكييف وكولدير، ده مش عمار مسجد كده، ده انت تروح تقعد على القهوه احسن. عايزين عود حميد نعود الى اشغالنا، نعود الى وظائفنا. الدنيا تخرب. يبقى كنا قلت لكم في الاردن عود تدريجي الى الوظائف. في العراق شعارات نازله يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هناكل منين؟ وبعدين قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، تقطع رزق اكل منين؟ هسرق. أقول لكم على حاجة غريبة، لما حصل عندنا في مصر حظر تجاهل أيام ثورة يناير، الحرامية والبلطجية بقوا يطلعوا الشقق يسرقوا ويشرقوا المحلات، وعربيات المسروقات تعدي توقفها عصابات تانية تروح سرقة المسروقات. يعني عصابات تسرق عصابات. هنوصل لده لو ما اشتغلناش، لو الناس ما نزلتش شغلها ورفعنا حظر التجاهل بالتدريج، أقسم بالله هيتحول الناس إلى لصوص. اعمل الحجر اللي انت عاوزه وامن صحه الناس زي ما انت عايز، بس الناس لازم تنزل تشوف ارزاق. وبترفع الحظر بالتدريج، بترفع الحظر الساعه 10 علشان الناس اللي هتصلي العشاء هتصلي الفجر. واوعى تقفل بيوت الله في رمضان، ما ينفعش والله. ما هو انا عايز اقول على حاجه، مساله الرعب من المرض مرض، الرعب من المرض مرض يا جماعه. والله العظيم والله العظيم كورونا او فيروسات لا تصيب الا الامين كومبرومايز، الناس اللي مناعتها ضعيفه. مش كل الناس اللي اتعرضت للكورونا اصيبت كورونا، والا كل الدكاتره اللي في الحجر، ما في حجر صحي، يبقى كل الدكاتره دي مصابه، وكل العساكر اللي حوالين الحجر مصابين. لازم نعرف حاجه، انا دكتور شغال في المستشفى بقالي 35 سنه، انا بتعامل مع كل الامراض، مع الضرر، مع التي بي وده معدي، مع الايدز ومرض معدي، بنعمل عمليات لناس عندها ايدز وناس عندها فيروس بي وسي، كلها امراض معديه. ما دام الدكتور مناعته سليمه وعامل احتياطات المناعة مش هيصاب بمرض. انما نستهبل، انا لا ادعو الى الاستهبال ولا ان الناس تنزل بقذارتها. التعقيم مطلوب وافضل واطهر الطهور الماء، اغسل ايديك ووشك بالصابونة 5 مرات في اليوم.
ما تسلمش، ما تقربش على حد بيعطس، اللي بيعطس تبعد عنه شويه. لكن في ناس مجنونه، ناس مجنونه بتقول لي ايه؟ بتقول لي وش عرفني ان اللي ماشي دون مش حامل الفيروس الكورونا؟ فانا لو هو حامل فيروس الكورونا يبقى بيكح ويعطس وسخن ومخنوق، فهمت؟ وان الميكروب لا ينتقل الا من اكتف فيس، يعني مش من شخص ديد، يعني لازم ينتقل من شخص دروبلت انفكشن، يعني رذاذ بيطلع، رذاذ في خلايا حيه فيها فيروس، هو ده من العدو. طب افرض ان هو حامل وما بيكحش، هجيب الفيروس منين؟ هو الخوف اللي عند الشعب دكتور ان هم يوميا ينزلوا هيعدوا. يا جماعه صلوا على النبي، العدوى يا جماعه صلوا على النبي، العدوى عباره عن شخص قريب من شخص حاطط بقه ببقه. طب ما انت عندك المترو شغال يا اخي، والمترو زحمه، القطارات زحمه، صح؟ يبقى القطارات دي كلها معديه. طب ما عندك الميكروباصات زحمه. بس انا عايز اقول لك عليه انه العدوى تكون من شخص مصاب فعلا اكتف انفكشن، وبينه وبين اللي قدامه عمال يعطس في وشه، والتاني ضعيف المناعه عشان يطلع الرذاذ، والتاني ضعيف المناعه. منكم رمايز ده هو التاني متلصم زي الناس اللي بتدخن. انا بقول لكم اخطر ناس في المجتمع الناس اللي بتدخن. اللي بيدخن ده الرئه بتاعته مهترئه، الرئه ضعيفه متلصمه، ده لو جالها ميكروب. انما في ناس بجحه وبتدخن وبتسهر طول الليل ولا همامه حضرتك واتح صدره كده. اقسم بجلال الله اضعف الناس مناعه على وش الارض الناس اللي بتدخن ولا بتسهر بالليل. والا بقى اللي ماسك المحمول طول الليل ده منكم رمايز، ده ضايع، ده انت بقى حبسته في البيت عشان توقع مناعته. هو لما كان بيخرج في الشمس ويتمشى ويروح ويجي، الستات كبار السن لما بتنزل تتمشى تروح السوق تجيب حاجتها وترجع، هي دي المناعه. اوعى بس نعمل قاعده ونقول ان كبار السن معرضين للموت. وفي بعض الدول، في بعض الدول الناس بتشرب مخدرات وخمور، ركز معايا، كبار سن وبيشربوا مخدرات وخمور وبيسهروا الليالي وتعبانين ملصمين، لكن في ناس كبيرة السن ومناعتها أعلى من الشباب. كبير السن وبيسجد لله عز وجل، كبير السن وبيروح الجامع ويرجع، مناعته قوية جدا. اللي أنا عايز أقول لك عليه إنه كبير السن أو صغير السن مناعته فين؟ إنه في أعراض وعلامات. ممكن أقول يعني يكون حد أصيب بيه وخف وهو، ممكن يكون حد، مش عايز أقول لك في آلاف أصيبوا بكورونا وخفوا ومحدش عرف عنهم حاجة. في آلاف في البيوت سخنوا وجالهم احتقان في الزور وكحة شديدة ويومين ثلاثة أسبوع وخفوا وما جراش حاجة. وأنا قلت لك إن 30% من حالات البرد العادية ونزلات البرد كورونا عادية. لا يمكن أن يكون هناك حامل فيروس لا يظهر عليهم أعراض، لأن الفيروس أنواع. وأنا شرحت قبل كده أنواع الفيروسات، قلت الفيروسات أنواع، في منها سلالات عادية بيسموها بيناين سترينز. والله العظيم ده شغلي أنا دكتوراه مناعة. بيناين سترينز يعني إيه؟ سلالات حميدة. دي ما بتأذيش حد حضرتك، زي ملايين البكتيريا في مناخيرنا وبقنا وفي عينينا وفي معدتنا وفي القولون وفي الشرج وعلى الجلد، ملايين البكتيريا عايشة معانا، جيوش من البكتيريا والميكروبات عايشة معانا، اسمها ايه؟ كومن سيلز، حاجات مسالمة. لا بنقول عليه مالجننت سترين، اللي هي السلالة الخبيثة وساكت. السلالة الحميدة والخبيثة دي نزلت في فيروس سي وفيروس بي. واحد طلع عنده فيروس سي مش عليه أي أعراض، يبقى السلالة دي ايه؟ بناين حميدة. ها كل الناس اللي معايا مركزة اهي، كل السلالة اللي لم تكتشف ولم تظهر على مريض أعراض اسمها ايه؟ بناين سترين. وأوروبا كلها ما عملتش للناس تحليل فيروس سي ولا البلد كلها، ليه؟ لأن هم عندهم قاعدة، اللي عنده بناين مش محتاج نعمله تحليل، ما عليهوش أعراض. If no symptoms no treatment، إذا لم يكن هناك أعراض فليس هناك علاج، ما تألفش مرض. خلاص؟ السلالة الثانية اسمها الايه؟ المالجنت سترين، اللي هي السلالة الخبيثة، في فيروس سي، فيروس بي، ها؟ في ابشتاين باي فيروس، في أي فيروس بقى، في فيروسات كتيرة جدا جدا. لأحسن ننسى نشغل بكورونا وننسى بقية الفيروسات. يعني ده مش هينفع. يبقى أنا عندي من أي فيروس في الدنيا وأي حاجة، بناين سترين، سلالة حميدة زي كورونا، في كورونا حميدة والمصحف، في كورونا عادية، ما كورونا عادية عادي، وفي كورونا خبيثة. في هيباتايتس سي فيروس، في فيروس سي بناين سترين، ودي ابحاث والله العظيم منشوره،
في حاجه اسمها بيناين سترين، السلالات الحميده والسلالات الخبيثه، لما تيجي الواحد بتقلبه وتظهر على طول السايد افكتس وتبوظ الكبد وتبوظ الخلايا وتعمل ليفر سيل فيلير شغلانه. ما هو الاكتشاف المبكر معناه ايه سيادتك؟ معناه ان الـ 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 الخلايا الخبيثه او السلالات الخبيثه اول ما بتيجي وتعمل احتقان وتعمل على طول تلحقه في جهاز التنفس الصناعي، بتدي له بقى السيمتوماتيك تريتمنت تلحقه من اولها، لكن ما تسيبوش لما يتخنق 24 ساعه ومات. انت فهمت؟ يعني زي ايه؟ واحد اتعور يا جماعه، اتعور الجرح لغايه 4 ساعات 5 ساعات ممكن ايه؟ يتنظف ويتخيط. استنيت لتاني يوم ما ينفعش يتخيط يا حبيبي، ده الجرح ده اتلوث يا ابوي. فهمت؟ كل السهر مدمر، قيام الليل بتاع الصلاه مدمر، وسهر مذاكره مدمر، والسهر على القهوه مدمر. بس احنا عايزين نقول ان انا لما باخد من ربنا ساعتين بستاذنه في ساعتين اعبده فيها ثوابا واجرا، لازم انام بالليل من بعد العشاء الساعه 8 9 عشان اصحى الساعه 3 اقوم اقيم الليل، يبقى انا نمت على الاقل 6 ساعات. ولا يحسب القائم لله قائما الا اذا نام. حلو الكلام؟ يبقى انا عايز اخد ثواب عظيم، يبقى لازم انام. بارك الله فيك. لكن انا مش سهران طول الليل وقمت اصلي، لا ما ينفعش يا فندم. ولا يحسب القائم قائما لليل الا اذا نام. يا ايها النبي قم الليل، يا ايها المزمل قم الليل، ولا يقال قم الا اذا النوم ده عباده. ولو ما اعترفتش النوم ده عباده هتعيا، مناخيرك مش هتخف ابدا. لو ما عرفتش النوم ده عباده هتنام على بطنك زي الشياطين. لو ما عرفتش ان النوم ده عباده ها هتنام النهار وتسهر بالليل زي الشياطين.